بيتزا صحية للأطفال بدون سكر طبعا، وبدقيق لمح الكامل. أول شيء بنضيف مي، 520 جرام مي بحرارة الغرفة، مش ضروري تكون باردة. نضيف فوق منها خليط من دقيق القمح الكامل ودقيق متعدد الاستعمالات أو دقيق الخبز إذا عندكم، 400 جرام زائد 400 جرام. نضيف طبعا نص ملعقة صغيرة خميرة فورية. بنضيف 12 جرام ملح، عم بستخدم ملح وردي، خميرة طبيعية 100 جرام. إذا ما عندكم خميرة طبيعية فيكم تعملوها مجرد بالخميرة الفورية. اخلط المكونات طبعا لتتشكل العجين. انا هون ابني وليد عم بيساعدني كمان هالمرة لاخلط العجين. طبعا هاي مرحلة الخلط. هاي العجينة ما بدها يعني عجن، بمعنى العجن الكامل، مجرد خلط للمكونات وتطوير الجلوتين للدرجة الكافية بس لأنه تتشكل العجين بدون ما يكون فيها أي يعني قطع ناشفة. منكور العجين بعد ما تتشكل، نتركها ترتاح شوي ربع ساعة، بعدين منضيف لإلها 40 جرام زيت دوار الشمس. ممكن نعمل هالشي بالحلة طبعا، لكن أنا فضلت إنه يكون عندي حرية العمل على سطح، على الورك بنش، انه اخلط بشكل مريح، لكن ممكن تعملوها بالحلة كمان اذا انتو هذا الشيء بيريحكم. مجرد اندماج الزيت مع العجين بوقف، مجرد ما اندمج بوقف، ما في داعي ابدا انه اعجن. اوكي، بكورها طبعا، بتركها ترتاح لمدة 45 دقيقة طبعا بحلة مدهونة شوي بالزيت، بغطيها وبتركها ترتاح 45 دقيقة. بعد 45 دقيقة كمان بعملها فولد. فولد الأول طبعا هو فولد واحد بس بطريقة شوي يعني مختلفة، بنزل على سطح العمل، برجع بكورها مرة تانية بهالشكل هيدا، يعني يعتبر نوع من الفولد للعجين. تكوير خفيف، في داعي اشد عليها كتير والا بتتمزق. اوكي، برجع برجعها على الزبدية او الحلة، بعدين بغطيها ل 45 دقيقة تانية او ساعة، ممكن ساعة حسب حرارة المكان وحرارة العجين، من 45 دقيقة لساعة تقريبا. بعدين نزل العجينة على سطح منثور بالدقيق شوي، بنزلها وبقطعها الى جزئين. انا طبعا هعمل 2 بيتزا، وحده بالبابيروني وحده بالجبنه بس. قطعهم طبعا وبكورهم، اعمل لهم راوندينج حتى يكون شكلهم دائري. طبعا عم بتاكد انه اوزانهم صحيحه او متساويه. وبعدين بكورهم، ما بشد عليهم كثير طبعا، بكورهم حتى مجرد ما تشكل، اذا ملاحظين مجرد ما تشكل الشكل الدائري بوقف بس بشيلها على جنب. بعدين بشكل التاني كمان كذلك الامر حتى يكون شكلها دائري ومتناسق، وبتكون يرتاحوا لمدة ربع ساعة كافية، ربع ساعة الى 20 دقيقة. بغطيهم طبعا اكيد. بعد ربع ساعة بنثر دقيق، طبعا بشتغل بعجينة وحدة كل مرة، بنثر دقيق بشكل كافي جدا على سطح العمل، لأنه هاي العجينة بدنا نرقها، بدنا نفردها يعني ليكون شكلها دائري، وبعدين نحطها بقالب القالب المعدني اللي هي الصينية المعدنية اللي حنخبز فيها البيتزا. لذلك أول شيء بننثر دقيق فوق العجينة وعلى وأسفل العجينة، بنمدها بإيدينا أول شيء بشكل كتير منيح، بعدين نستخدم الفرادة أو الشوبك للمد العجينة للقياس المطلوب، نتأكد أن هي متساوية من كل الأطراف، لذلك بنديرها 90 درجة كل مرة حتى يعني نفردها وتكون دائرية من كل الأطراف بالشكل. بنكرر الموضوع، بنضلنا نديرها 90 درجة، بنبرمها لحد ما تصير دائرية وبالحجم المطلوب تبع الصينية. طبعا نتأكد انه
كل يعني العجينة كلها من كل الأطراف، ما في شيء عالي وشي منخفض، تكون نفس السماكة قدر المستطاع. ناخد وقتنا بهالعملية هاي حتى تطلع البيتزا متساوية. طبعا إذا ما عندنا فرادة أوتوماتيكية بدنا نشتغل بإيدينا، نحمل العجينة بجهزها، بجيب الصينية تبعيتي اللي هي مدهونة بالزيت، وبعدين بنقل العجينة عليها. طبعا هذا ستايل من البيتزا، ومنحطها بقلب الصينية المدهولة بالزيت، منمدها حتى يصير شكلها متناسق. طبعا إذا كان في أطراف عجينة زيادة بنحرص إنه ما تكون كتير سميكة من المنتصف، إذا في أطراف زيادة منمدهن إلى الخارج حتى يعني السماكة هاي تتوزع يعني للخارج، ما تكون جوا العجين، حتى ما تكون العجينة سميكة كتير. نتركها ترتاح نصف ساعة، طبعا بنغطيهم نتركهم يرتاحوا نصف ساعة. بعدين بنكون حضرنا صوص التوميتو، توميتو صوص اما جاهز او انتم ممكن تحضروه. ندهن توميتو صوص على السطح، سطح البيتزا، وبنحط الاجبان اللي انتم بتختاروها على الوجه. انا استخدمت هو موزاريلا وتشيدر. طبعا نحرص انه الجبنه، انا ابني وليد بالغلط حط جبنه على الاطراف، نحرص انه الجبنه ما تروح على الاطراف لانه ممكن تطلع وتدوب تلتصق بالزوايا، وممكن تصير بعدين تحدي ان نشيل البيتزا من الصينيه لانه الجبنه بتلزق، خلي العجين يلزق على الصينيه. اوكي، بعدين هالمره حب اخترت انه انا اضيف البيبروني، ممكن تضيفوا الروست بيف، ممكن تضيفوا تونه، ممكن تضيفوا دجاج مشوي اللي بتحبوه. وبعدين نتركهم يتخمروا نص ساعة وبنخبزهم على حرارة 220 لمدة 20 دقيقة، وهاي البيتزا صارت جاهزة عندي. طبعا على طول بشيلها من الصينية إذا قدرت لما تبرد شوي، يعني بنقص العجين أو بنقص البيتزا، ما عاد عجين، بنقص البيتزا وشوفوا بأحلى قوامة، خفيفة جدا فعلا يعني وطرية، ما بقلكن الريحة والطعم كيف. ها طبعا انا خبزت على شوي حرارة اعلى، لذلك عم اقولكم 220، انا خبزت على 240 لذلك شوي احترقت الجبنة. خلوه على 220 ل 225 بكفي لمدة 20 ل 25 دقيقة حسب اللون اللي انتم بتحبوه، لانه الجبنة اذا طول عليها بالفرن على حرارة عالية ممكن تحترق او تصير جامدة، لكنها طيبة ولذيذة والولاد اكلوها بدون تردد، انا لقيتها كتير طيبة صراحة. كذلك بالنسبة للبيبروني بيتزا، وهي كانت المفضلة عندي للأطفال طبعا، أنا كذلك بحب البيبروني كمان نفس الشيء. قوام العجينة مثل ما تلاحظين كتير خفيف ومتفتح وطري وصحية على فكرة جدا، يعني ما فيها سكر ولا فيها إضافات، يعني انتو شغل بيتكم بالنهاية، والأطفال كتير بحبوها يعني لأنه فيها طحين أبيض وطحين أسمر، فبالتالي خفيفة على الأسنان وسهلة المضغ وسهلة الهضم كذلك. يعني بعد ما قطعتها طبعا شوف البيتزا قديش طرية، طبعا أنا دقتها كمان كثير لذيذة. أنا بفضل طبعا الوصفة هاي عملت كمية أكبر من الطحين، أنا خففت كمية الطحين حتى تكون ما تطلع بالسمكة، جدا جدا طيبة. الولاد طبعا كتير حبوها، صحة وهنا هلا بكون، اتمنى تعملوا لايك وسبسكرايب، وشوفكم ان شاء الله في فيديوهات قادمة، مع السلامة.